ولا شك أن لولا نعمة الأمن والأمان لما كانت فاعلية اليوم التي ننعم بها في أجواء آمنة مستقرة على أرض فيروز الحبيبة. والآن مع تكريم أسر الشهداء ممن تعطرت رمال سيناء واختلطت بدمائهم الذكية. تحية تقدير واحترام وعرفان لهؤلاء الأسر الذين ضحوا بأعز الرجال، فلولا هذه التضحيات لما نعمنا بالأمن والأمان الذي نعيش فيه الآن، وما كانت مصر قوية أبية عصية على الانكسار. هي لحظات من المجد والعزة، لحظات يتم فيها تبادل كل الاحترام والتقدير لهؤلاء الرجال الذين ضحوا بأبنائهم من أجل نصرة هذا الوطن، من أجل أمن واستقرار مصر الحبيبة، مصر التي دائماً ينظر لها الجميع بالفخر بسبب أبناء مصر والمصريين الذين يضحون بأنفسهم من أجل استمرار مسيرة العطاء ومن أجل أن تقف مصر قوية أبية.